سلاوك أبا وسلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا أعنا على إرضائك في كل أحوالنا، آمين يا ربنا يا حبيب. أما بعد، السلام عليكم، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. نكمل كما مع الآية دي 121، لا 120، صح، بعد نتكلم لما 121. ولم يكن من المشركين. هنا كان الله ينبه فينا، احذروا، ان اردتم ان تكونوا مسلمين حقا بشهادتي واقراري وجزائي لكم على حقيقتكم كمسلمين، وان كنتم ترغبون في الارتقاء الى مراتب الايمان، ثم اذا كان كنتم ذوقكم رفيع تتوقون الى التمتع بالاحسان، فما عليكم من ان تهجروا وتقاطعوا لا تعترفوا بالشرك ولو كان رائحة. لا، احنا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من أشياء التوحيد، ما تحافظش عليه تولي تدخل في صراع مع غيرك وتدخل في الشرك، والعرب يضربوا بعضهم، وهذا اللي قاعد يقع. كما قال زاد كذلك في مسألة المال، قال يجي وقت اللي الربا يمس دخانه كل البشر، قافل بر اللوج على مكاسبكم اللي هي فيها الريحة هذه وما فيهاش الدخان هذا اللي عترق، ولو واحد حب يعرف اللي فما دخان مريب ومسمام على مر الأيام، ما شكون يحب يتصمت. احنا ما انا ملام لكم، اعلى تبرأنا منكم تبرؤا لا رجعت فيه، كما يقولوا طلقها بالثلاث، احنا ما نقولوا هيك، لكن احنا معكم طلقناكم بما نهاية له من مرات، اي فلم تتمناوش باش نعودوا لكم، يستحيل، احنا في قطيع معكم ابديا، احنا لا شرك نمن به ولا حق لنا في ذلك، ولا يمكن ان نؤذي الله بشركنا ما لا نشرك معاه ما هم بنات افكار مريضه. كيف شرك ربي في أمر وعاجز عنها، لم يهتدي إليها، لم يقدر على مراقبتها، الأمر مش كله رجع لي، كيفاش تحلل نفسك باش تكون شركا لله. وهذا العقل الراجح السليم لا يقبل مجرد الالتفات إلى فكرة الشرك إلى أن تحتاط منه لكي لا يؤذيك بطريق خفي. والسلام.